بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الواجب رقم 3، نصححه في دورة القواعد اللغوية في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية. هذه الدروس معنية فقط في القواعد الخاصة باللغة الإنجليزية عند الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، وهدفنا هنا التغلب على المشكلات القواعدية وتوجيه المتدربين إلى النقاط التي يجب عليهم أن يتعلمونها لتحسين أدائهم وللقضاء على هذه المشاكل نهائيا. هذه المادة التي أمامنا الآن هي من العربية للإنجليزية أيضا، والنص نفسه الذي تحدثنا عنه في محاضرتين سابقتين. الآن لدينا هذه الترجمة باللغة الإنجليزية، النص الذي فوقه هو الأصل العربي. ما سنفعله الآن هو تحديد المشكلات الموجودة أمامنا هنا ومحاولة حلها واقتراح بعض الملاحظات المهمة والمفيدة. فلنقرأ الجملة الأولى. من أهم وسائل تفشي الفساد في أي مجتمع هو غياب المسؤولية وتشتتها، والمسؤولية هي القيمة الإنسانية التي تفصل الهمجية عن الحضارة. لو أردنا أن نتذكر الأخطاء التي نقع فيها بالعادة، فهي ترتبط بالفعل والفاعل، هل هما موجودان أم لا؟ العبارة الاسمية والجملة الاسمية، هل هي صحيحة أم لا؟ الضمير وغير ذلك من أمور استعرضناها في الدرس الماضي ويجب علينا أن ننتبه إليها الآن هنا، لأننا سنعالجها في هذا الدرس. ننظر إلى هذه الجملة الأولى. هذه الجملة التي أمامنا الآن في الإنجليزية، ونحلل الأخطاء الموجودة فيها. لتحليل الأخطاء دعونا نأخذ الجملة الأولى وحدة وحدة. دعونا إذن نضع هذه الجملة ونحاول أن نعرف كيفية التعامل معها. من أهم وسائل تفشي الفساد في أي مجتمع. نأتي لهذه الكلمة أو العبارة وسائل تفشي الفساد، وسائل تفشي الفساد، ما هو إعرابها بالعربية؟ مضاف، مضاف إليه، مضاف إليه. هذا هو السؤال الآن، كيف نترجم هذه التركيبة من العربية إلى الإنجليزية؟ وسائل تفشي الفساد. نلاحظ أن الترجمة هنا اقتصرت على تفشي انتشار الفساد دون ذكر وسائل. أنا الآن أريد أن أضيف هذه الكلمة هنا، نسميها means، لا بأس. لكن الترجمة ليست صحيحة حتى الآن، هذه ترجمة غير صحيحة، لابد من تصويبها. إذن كيف يكون ذلك؟ كما يلي: وسائل تفشي الفساد. القاعدة باللغة الإنجليزية عندما نستخدم المضاف والمضاف إليه في كثير من الحالات، ولا أقول كلها، ستمر معنا إن شاء الله أشياء أخرى وقواعد أخرى، نستخدم الحرف of، هذا هو. فنقول وسائل تفشي الفساد تصبح لنا بهذه الطريقة means of، تفشي the spreading of الفساد corruption. إذن هذه طريقة أفضل مما ذكر قبل قليل. إذن المضاف والمضاف إليه، إحدى قواعده أن نكتب of، نستخدم of بينهم.
هنا أؤكد أنه في هذا الدرس لا نتحدث عن الترجمة الأجمل والترجمة الأفضل أو غير ذلك، نحن نتحدث حصرا عن تصحيح الأخطاء القواعدية في اللغة الإنجليزية من خلال الترجمة أو ما أهدافي الترجمة. طيب، نأتي إلى العبارة الثانية. في أي مجتمع، في أي مجتمع، نكتبها هنا، في أي مجتمع. هذه عبارة اسمية، نترجمها دون أي مشكلة. في معناها in any society، لا يوجد فيها أي مشكلة. in any society، هذه بالإنجليزية واضحة. هنا المتدرب ذكر community، community غير صحيحة، إنما هي society. community معناها مجتمع محلي. نأتي إليها، مجتمع تساوي society، بينما مجتمع محلي هي تساوي community. وهنا نتحدث عن الخطأ الذي اسمه word usage، يعني الكلمة، اختيار الكلمة الصحيحة في مكانها، وهي من الأخطاء القواعدية. طيب، هناك شيء آخر في هذه الترجمة، وهو الآن غياب المسؤولية وتشتتها. هذه العبارة، تعالوا نكتب هذه العبارة، غياب المسؤولية وتشتتها. ننظر إلى الترجمة. غياب المسؤولية وتشتتها، نلاحظ أن المتدرب ذكر كلمة مس على أنها هي معناها غياب. هذا الخطأ اسمه خطأ في اختيار الكلمة، الكلمة غير صحيحة شكلا. لماذا؟ غياب هو اسم، أما مس هو فعل. مس هو عفوا فعل، لا بأس، وليس اسما، ولا يجوز وضع الاسم مكان الفعل أو الفعل مكان الاسم، كل واحد له يعني خاصيته. من أجل ذلك يمكننا استخدام القواميس، ولو ذهبنا إلى أي قاموس لوجدنا أن كلمة غياب معناها بالإنجليزية absence. absence هو الغياب، الشيء. مرة أخرى، miss the responsibility، كلمتين وراء بعض أجوا، جاءوا الأولى وراء الثانية. فهذه أيضا مشكلة المضاف ومضاف إليه. لا بأس، نقول غياب المسؤولية، the absence، المسؤولية of responsibility. دعونا نأخذ مثالا ليس موجودا في النص، فعندما نقول على سبيل المثال كتاب المعلم، كيف نكتبها؟ مضاف مضاف إليه، the book، نكتب of ثم نكتب the teacher. لا يجوز أن نكتب book teacher، لا يجوز ذلك. طيب، هناك قاعدة في اللغة الإنجليزية تقول لا يجوز أن تكرر كلمة لا داعي لتكرارها، unnecessary repetition، ذكرناها في المحاضرة السابقة، unnecessary repetition. فهنا في هذه الجملة نكررها الآن، أنا سأصلحها أولا، of responsibility and dispersion of the responsibility. طبعا هنا الخطأ المضاف إليه مرة أخرى موجود، لا يجوز وضع مضاف مع مضاف إليه بالإنجليزية دون of بينهما إطلاقا ولا بأي شكل من الأشكال. هنا تكرار لكلمة responsibility وتكرار لكلمة of، وتكرار يعني بنية كاملة مكررة لا داعي لها. فإذا أردت تستطيع أن تقول the absence and dispersion of responsibility، مع تحفظنا على كلمة dispersion لأنها أصلا بالعربي غير مفهومة، على أي حال هكذا الجملة تكون أفضل. إذن هنا بهذه الطريقة تجنبنا
التكرار غير الضروري، والتكرار غير الضروري مرفوض من الناحية القواعدية. طيب نعم، القيمة الإنسانية، هي القيمة الإنسانية التي تفصل الهمجية عن الحضارة. نأتي بها هنا. طيب هنا لدينا شيء نسميه word form. ما المقصود في ذلك؟ كلمة إنساني معناها human، إنسانية، الإنسانية بمعنى يعني الحياة الإنسانية وغيرها كذا، الإنسانية جمعاء humanity. هنا كلمة الإنسانية ليست اسم humanity، إنما هي صفة، فهو خطأ في استخدام شكل الكلمة. شكل الكلمة هنا ذكر كلمة humanity وهي اسم، المفروض أن تكون صفة human. ويجب وضع كلمة the، طبعا the human value which preferred in humanity of culture. هنا يعني هذه طبعا مغلوطة تماما تماما، هذا نسميه subordination، غلط في subordination، وهي موجودة في القواعد العشرة التي نتطرق إليها دائما وسنتطرق إليها أبدا، التي معناها which، تفصل، يفصل معناها sets apart، همجية معناها barbarism، barbarism apart from civilization. هذه هي الطريقة التي نتكلم بها هنا. إذن هذه ليست مفهومة، لا علاقة لها في النص الأصلي، والسبب الخطأ فيها هو وجود subordination غير صحيح. الآن نستمر في الترجمة. هي متلازمة الحرية، هي متلازمة الحرية. نأتي إلى هذا النص، هي متلازمة الحرية. كيف جاءت الترجمة؟ It's freedom syndrome كما تجدون، هكذا جاءت في الترجمة. ما الخطأ فيها هنا؟ ما الخطأ؟ الخطأ أولا هي يعني مبتدأ، مبتدأ بالإنجليزية نسميها subject. نعم، متلازمة الحرية نسميها بالإنجليزية predicate، يعني المبتدأ والخبر هو يعني فعل verb to be، بينهما verb to be. الخطأ الذي وجدناه هنا it's، ليست معناها it is، it's معناها which belongs to it، يعني هون في عنا possession، والصح أن نقول it is، هذا هو الصح it is. متلازمة الحرية مضاف ومضاف إليه، كيف نقولها إذن؟ فإذا قبلنا كلمة سيندروم هي غير صحيحة، لكن دعونا نقبلها مبدئيا. It is the syndrome of freedom، لنفرض أننا قبلنا فيها، فهذا يكون بهذه الطريقة syndrome of freedom. إذا قبلنا فيها نقول syndrome of freedom، لأننا نتحدث هنا عن المضاف والمضاف إليه، ولكننا لا نقول ذلك. نأتي إلى word usage، استخدام الكلمات، لا نقول بهذه الطريقة، لكننا ممكن أن نقول على سبيل المثال it comes with freedom، مثلا
It is attached to freedom. It goes hands in hands with freedom. نقول بهذه الطريقة نسميها ماذا نسميها؟ نسميها اللي هي الاستخدام الصحيح للكلمات. أيضا لدينا مشكلة في الترجمة هنا، فاصلة. لا يجوز إنهاء الجملة بفاصلة، بل ننهيها بنقطة. إذن هذا هو أيضا خطأ. نستمر في الترجمة. فكلما كان المرء حرا في إدارة حياته زاد ثقل المسؤولية على كاهله. هذه هي بالعربية، فما الذي لدينا بالإنجليزية؟ نأتي إلى هنا. فكلما كان المرء، هنا لدينا خطأ نسميه subordination، لأننا نعرف أن كلمة كلما لا تعني when. كلما كان المرء حرا، كلما يعني زاد، كلما معناها the more معناها. كلما كان المرء حرا، هذه كيف نترجمها؟ the more one is free in. نأتي إلى خطأ آخر. إدارة اسم، manage فعل، word form. لا يجوز أن نضع الفعل مكان الاسم. إدارة in managing. إذن managing يعني إدارة، هي اسم وليس فعل. هنا participle نضع. in managing his own life and the life of and someone else, his life and someone else. هنا لدينا parallel structure. هذه الجملة بالإنجليزية ماذا تقول؟ إدارة حياته، هذه واحدة، وإدارة غيره، لكنها العربية تقول وحياة غيره، فيجب أن تكرر كلمة the life of others. بين قوسين فلان وفلان وفلان، عندنا خطأ في استخدام الكلمات word usage. المسؤول لا تعني administrator معناها مدير، لكن كلمة مسؤول تعني official. الغني معناها the rich وليس rich، يعني الأغنياء. الوزير، في ملاحظة سابقة ذكرنا ministers، المفروض تكون ministers. هنا نتحدث عن أداة التعريف والتنكير، وهنا نقول الوزير في اللغة العربية للتعبير عن كل الوزراء. نستخدم minister في اللغة الإنجليزية. السلطان the ruler وليس سلطان. السلطان مقصود فيه الحاكم. استخدام الكلمة الخاطئة. إذا زاد ثقل المسؤولية، بدأنا the more، بدأنا بالإنجليزية، نستطيع أن نقول أيضا the more. نكملها the more. The more responsibility is laid on him. هنا لاحظوا البارالل ستراكشر، لاحظوا البارالل ستراكشر أين هو؟ the more one is free the more responsibility is laid. parallel structure انتبهوا لها، يعني parallel structure معناها لاحظ هذه بنية متشابهة، بنية متشابهة. the more اسم responsibility، فعل صفة، وإلى آخره هذه الجملة. تتمت الجملة.
زاد ثقة المسؤولية. ثم لدينا هنا وبالعكس، كلما قلت حرية المرء تقل مسؤوليته. نراها هنا بالإنجليزية، كيف تقول بالإنجليزية، كيف هي مكتوبة الآن هكذا موجودة في الإنجليزية. عفوا، هذا هو الأصل موجود، and vice versa, the less freedom, the less responsibility. يعني هذه كما ننبه دائما، لا يفضل إضافة المعلومات التي لا ضرورة منها، vice versa. هذا نسميها unnecessary repetition. unnecessary repetition تعني أنه لا يجوز في الفقرة أن تكرر معلومات يعني مذكورة، لأن ذلك سيضعف من اللغة الإنجليزية. نستمر في التصليح. وعلى هذه المعادلة يقام العدل والصلاح في المجتمع طالما حافظنا عليها. نأتي إلى هنا، ما في مشكلة، لا بأس. نأتي إلى هنا، in this equation of justice and goodness will be held in the community as long as we kept them. هنا السؤال، أين الفاعل؟ هنا لدينا فعل مبني للمجهول، وهنا لدينا الفاعل. ما نجد هنا أن لدينا خطأ في استخدام of، لا يجوز ذكر of هنا لأنه لا يوجد مضاف ومضاف إليه. يعني أنت قلت على هذه المعادلة، هذه هي in this equation، انتهت. الآن لدينا جملة جديدة، فماذا نفعل؟ فاصلة، لا داعي ل of، لأن ال of لها علاقة بالمضاف والمضاف إليه. will be held in the society، صحيح، will be held 100% صحيحة. إما is are held أو will be held، لا بأس، مبني للمجهول. as long as we keep them، وليس kept them، keep them. هنا نلاحظ أن الفعل يجب أن يكون في الحاضر البسيط، لأن كل حديثنا عن الحاضر، will be held هو نوع من أنواع الحاضر. لا يوجد في الإنجليزية زمن اسمه المستقبل، يستخدمون كلمة future يعني تجاوزا، لكن هي في الواقع المفروض تكون present، يعني it's present، present simple. جيد أنك ذكرت them، لأنه justice و goodness كلمتان، الضمير يجب أن يكون جمع وليس مفرد، التطابق في العدد والمعدود. نستمر الآن. في النظام الكلي للدولة يقوم هيكل مقام المسؤوليات مقام الأعصاب في الجسم. In the overall system the country structure، صحيح الآن structure هي مفرد، serves مفرد، هناك تطابق بين الفاعل والفعل، لا يوجد أي مشكلة. As the nerves in the body، لا بأس بها، صحيح. فالنظام المخول بتوزيع موارد الدولة وخدماته يتطلب نظاما موازيا للمحاسبة والمسؤوليات. لا بأس. المخول بتوزيع، كيف نترجمها؟ هذه بنية لغوية تمر معنا كثيرا، نترجمها كما يلي. authorized to distribute، كيف نترجم هذه؟
هذه بنية يجب حفظها وتعلمها طبعا. لا تستطيع أن تقول ريجيم، ريجيم مقصود فيه نظام الدولة، هنا استخدام الكلمة غلط word usage. فنقول the system authorized to distribute. لاحظ هذه التركيبة، ولاحظ هنا المخول بتوزيع، هذه تركيبة يعني صفة زائد حرف جر اسم مجرور، نترجمها هكذا. لا يوجد، يبدو أن الترجمة ناقصة هنا، كان المفروض أن تكون هذه هكذا على ما يبدو. لا بأس، distribute the مرة أخرى the country resources and services. غلط، لا نقول ذلك. هنا لدينا مضاف ومضاف إليه، موارد الدولة وخدماتها. إذا أردت أن تبقيها كذلك تقول country، لكن تضع أيضا الأبوسترفي S اللي هي الملكية. لدينا خطأ بالنسبة لعلامات الترقيم، أنت كتبت resources حرف كبير لكن هي حرف صغير. Save the country's resources and services. Requires، جيد أنك استخدمت الفعل، هنا لاحظوا الفعل متطابق مع الفاعل. Requires ماذا؟ نظاما موازيا، نعم نظاما موازيا. ما معناها؟ A parallel system. ننتبه إلى أن تنوين النصب للنكرة يترجم في الإنجليزية A، ولا نستطيع أن نترجمه بدون هذه الـ A. هذه من القواعد of accountability and responsibilities. هنا لدينا خطأ في الكلمة، شكل الكلمة هنا responsibility خطأ. لماذا؟ لأن في العربية لدينا مسؤوليات، لدينا جمع. يكفل للسلطان، يكفل النظام يعني النظام الموازي ذات. اوكي لا بأس. to ensure، ensure لا تأخذ object انما تأخذ مباشرة for to ensure. سوري، نعم هي، نعم لا بأس، هي مكتوبة بطريقة اخرى. لا بأس، لا يوجد اي مشكلة، مكتوبة بطريقة اخرى. the entry into force of the rulers orders. ننتبه إلى هذا الخطأ، ماذا اسميناه؟ خطأ المضاف والمضاف إليه، ملكية rulers orders and his authority يكفل للمواطن حقوقه. قبل أن نستمر، ثلاث أسطر كثيرة جدا، نقف ونكرر الفاعل it. نكرر الفاعل، كيف نكرر؟ باستخدام البروناون it. لدينا جملة ثانية، عندما نأتي بجملة ثانية نأتي أولا بالفاعل وبالفعل، تضمن للمواطن حقوقه، تكفل، تكفل غير ensure. it guarantees يعني يضمن for مرة أخرى citizen. نفضل أن نقول citizens لأننا نتحدث عن كلمة عامة وليست خاصة، generic reference نسميها في القواعد اللغة الإنجليزية generic reference. for citizens the right their rights. إذن in every، أنا أنقل الآن نفس الكلام، of distribution of resources and provision of services. نعم هكذا أصبحت أفضل. ويمكن أن تقول
كما يلي. آخر جملة يمكن أن تكون resource distribution and service provision. عادة عندما نقلب المضاف والمضاف إليه، لاحظوا هذه، لاحظتم لدينا of، قلبناها يختفي الجمع ويصبح مفرد لأنها نسبة، النسبة لا تجمع، النسبة لا تجمع. لاحظوا provision of services، قلبناها بالإنجليزية، هنا نستطيع أن نقلبها، يلغى الجمع وتصبح مفردا، وتصبح مفردا. متى ما اكتمل نصاب، نأتي إلى آخر الجملة، أعتقد أننا أوشكنا على الانتهاء. متى ما اكتمل النصاب المسؤولية في المجتمع والدولة لم يتجرأ أحد إلى آخره. When، هنا لدينا أيضا مشكلة subordination. عندما تكون لدينا when، فيجب أن يكون أمامها فاعل وفعل. أين الفاعل؟ المسؤولية. أين الفعل؟ اكتمال. الاكتمال هي الفعل. إذا when نحتاج إلى subject. ما هو السبجكت؟ ما هو السبجكت؟ responsibility، أليس كذلك؟ إذا when responsibility is، نحتاج إلى فعل is fulfilled. is fulfilled هي فعل مبني للمجهول، فعل واحد، لا نستطيع أن نقول is لحالها هي الفعل، إنما is fulfilled in the society and the state. انتبهوا، كلمة state هي معناها الدولة، هذا خطأ استخدام الكلمة. الدولة state، البلد country، كلاهما يعني كل واحد يختلف عن الآخر. نضع فاصلة أيضا لأن هذه نسميها independent clause. independent clause اقرأ عنها في القواعد، يجب أن يكون هناك فاصلة معها. الآن تأتي الفاعل الرئيسي من الجملة no one، ممتاز، أن هنا نجد no one، ممتاز الفاعل موجود، هذا أهم شيء في الجملة. و dares أيضا موجود، no one will dare to. لدينا خطأ في استخدام الفعل، ليس خطأ كبيرا لأننا نتحدث عن المستقبل. no one will dare to take advantage of. of what، مرة أخرى بعد كلمة what ماذا يأتي؟ what هي نفسها، هي نفسها فاعل، يأتي أمامها فعل. what is given، what is given، لأن what هي فاعل، لا تستطيع أن تعمل repetition للsubject في مكان واحد. what's given by God. فإذا أردت أن تكتب الحرية لا تستطيع أن تكون هناك فاعلين، إذا قبل what تكتب the freedom given by God، تصبح given by God. or ما أوكل إليه السلطان من صلاحيات. أيضا ما معنى كلمة صلاحيات or the authorities، نبدأ بها authorities entrusted to him by the ruler. in pursuit of، صحيحة، in pursuit of private، هذه طبعا فيها خطأ مطبعي، المفروض تكون هكذا، يعني هيك المفروض تكون لكنها استخدام غير صحيح للكلمة word usage، هذه كلمة غير صحيحة. والصحيح أن تقول own، own يعني شغلة خاصة بك أنت. private المقصود فيه ليست للملكية العامة إنما ملكية خاصة، كلمة مختلفة. gains، منافع معناها gains. designs،
معناها مطعم. جميل جدا، بهذا نكون قد أنهينا النظر في هذا النص، وقد تطرقنا إلى عدة أشياء من بينها الفعل، الفاعل، ترتيبهما. ركزنا أيضا على السبوردينيشن، مشكلة السبوردينيشن مهمة جدا. نتحدث أيضا عن المضاف والمضاف إليه، تحدثنا عن هذه الأمور، ونتمنى أن تكون الفائدة قد تحققت من ذلك. شكرا لكم، وننتظركم في تدريب قادم إن شاء الله تعالى.